تعالوا نروح نشوف تقرير مع الكابتن ناصر النني والد محمد النني بيتكلم عن الانتقادات اللي توجهت لمحمد النني في الفترة الأخيرة وأدائه مع المنتخب. محمد النني زي ما قلت لكم واحد غيره كان بطل كورة من كتر الانتقادات والمبالغات في الانتقاد بتاع محمد النني. أرجل اللاعبين في المباريات اللي فاتت كلهم رجالة، بس بصراحة عمل أداء في أمور بدنية مش طبيعية وأمور فنية مش طبيعية في مباراة المغرب ومباراة كوت ديفوار، أيضا أداء مدهش لنجم نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني. نشوف كابتن ناصر النني والد محمد النني ونرجع نكمل كلامنا. يعني تقييمي 8/10. البداية مثلا ماتش نيجيريا ممكن نديله 5/10، الماتش اللي بعده 6 7 8، ماتش وصل لأعلى مستوى في ماتش المغرب. ماتش المغرب طبعا أنا أتكلم على الفرقة كلها، أداء رجولي، أداء فوق الوصف يا رجالة، فعلا بيتحملوا مسؤولية. محمد يعني وصل لمرحله في ماتش المغرب ان الجمهور النهارده بدا يحس بيه، بدا يحس ان محمد دوره كبير، التغطيه ورا زمايله قليل في الميز باص، يعني ما عادش الكور كلها سليمه 100%، اللعب القدام المحور بتاع الفرقه او يعني الادار بتاع الفرقه او اللي هو اللي متحكم في رتم المباراه. فرحان بناس ما يعني الناس اصلا في تونس والمغرب بيتكلموا على محمد، يعني حاجه جميله قوي، ان يعني حسوا ان الناس اللي بره كمان المغرب وتونس وجزائر وكلهم بيتكلموا عن محمد النهارده بقى لعيب يعني فعلا يستاهل يبقى احسن ديفندر في العالم. يعني طبعا الانتقادات او لو بالايجابي الواحد طبعا هم بيبقوا سعداء، الانتقاد بأي حاجة تمس العيلة دي اللي الواحد بيزعل فيها. يعني هو تملي محمد بيكلمني ان هو اللي ما ازعلش انا، يعني تملي بيقول يا بابا انت ما تزعلش، ما عندك انت اهم حاجة انا هرد في الملعب. الحاجات دي تملي بنتكلم فيها على طول. يعني منتخب في قمة، يعني وصلوا لمرحلة الحب، وصلوا لمرحلة ان هم كلهم النهاردة بعيد واحدة. المنتخب النهارده بالجهاز الفني بالجهاز الاداري كله يعني رجل على قلب واحد زي ما بيقولوا، يعني فوصلوا لمرحله النهارده اللي هم كله بيدافع عن مصر. فديت الحمد لله ربنا يكرمهم ويكملوا البطوله دي اللي عايزينها باذن الله. يعني رد فعله فعلا كان في الملعب، وطبعا هو اتكلم او اتكلموا في الحاجات دي وكابتن محمد صلاح في حته ان النقاط ادتهم دفعه قويه ان هم يثبتوا نفسهم او يوصلوا لمرحله عاليه من الكوره الحمد لله. يعني قعدت في ماتش كاميرون باذن الله اللي احنا نكسب باذن الله، عملنا ماتشين يعني فعلا ماتشين على اعلى مستوى، ماتش ساحل العاج ماتش المغرب، تعبنا وتعبنا في البطوله قوي وحقنا باذن الله، يعني او باذن الله ما ناخد البطوله تتويج للتعب اللي هم تعبوه. يعني توقعاتي لمستقبل محمد باذن الله ان هو يبقى متواجد باذن الله في نادي الارسنال، والماتشات ديت الحمد لله ديت باذن الله تديله ان هم باذن الله يجددوا له في نادي الارسنال باذن الله. العروض اللي تلقاها محمد في الفرق مثلا في الدوري الانجليزي في الدوري الايطالي، بس احنا باذن الله متوقعين باذن الله نادي الارسنال يجدد لمحمد باذن الله، لان محمد عامل بطوله كويسه وطبعا الناس كلها بعتوا له بركات من نادي الارسنال وشايفين اللي هو محمد بيتعب في الماتشات وشايفينه عامل مجهود كويس، فربنا يسهل باذن الله. بنتمنى يعني بنتمنى العيله كلها تتمنى ان محمد يكمل في الارسنال باذن الله. بالنسبه لموضوع الاهلي طبعا اللي طبعا والدته الله يرحمها، يعني محمد اتربى في النادي الاهلي طبعا، قعد 10 سنين في النادي الاهلي، وطبعا وأمنية حياة والدته الله يرحمها اللي هي يكمل في يروح الأهلي تاني يعني.